الفنانة العظيمة صفية العمري، حضرتك تقولي ايه المهرجان اسكندرية؟ حضرتك بتحضري كل سنة؟ الحقيقة يعني انا بقالي السنتين اللي فاتوا كان ظروفي ما كانتش بتسمح، لان انا كنت في التوقيت ده دايما ما كنتش ببقى موجودة في مصر، فالسنة دي ليا حظ ان انا اكون موجودة هنا مع التكريم يعني، فيعني الحمد لله. حضرتك مشرفانا ومنورانا، في حضرتك اعمال جديدة بالنسبة لحضرتك؟ انا بشوف حاجات دلوقتي وبقراها، في حاجات كتير قوي انا مش راضيه عنها لانه مش حاسه انها تليق عليا، فبالتالي انا ما اقدرش اعمل حاجه انا مش حاسه ان انا سعيده بيها او مبسوطه بيها، فبالتالي ما اقدرش اعمل حاجه انا مش راضيه عنها يعني ان شاء الله لو توفر عمل مناسب لحضرتك اوكي ماشي. طبعا اكيد في حاجه بتتجهز وان شاء الله يا رب تكمل على خير ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى اليوم اللي نيجي فيه المهرجان يبقى باسم حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.